كنزة، احط السنان اللي هي البتاعه دي ولا بلاش؟ ولا خليني بالباكس باني بتاعي؟ اوكي لا خلاص، انا مرات خالي از ماي بيست فريند وقالت لي نوت تو بوت الهوليوود سمايل، خليني كده باكس باني. انا اتفاجئت بصراحه النهارده، اي لاف ميك اب فور ايفر، اول مره في حياتي احط ميك اب. لا كنت بلعب بقى بالميك اب بتاع مامي وانا صغيره، روج هنا روج هنا مناخير هنا، يعني ده اول مره احط العب، بس ان انا احط ميك اب اول مره اول ما مثلت، لكن انا اصلا مش بحط ميك اب، عشان كده ميك اب فور ايفر. انا مستنيه ان انا بقى ايه يعني انبهر واندهش، اي وانت تو انبهر. انا ليه اخترت ميك اب فور ايفر وليه بحبه؟ في شكله في التصوير بيطلع حلو جدا. البرودكت الحاجه اللي انا بستخدمها يعني كتير من ميك اب فور ايفر الفاونديشن، بس اكيد بستخدم درجه غلط. بس انا النهارده جايه بالمصري كده ابرشط على ميك اب فور ايفر عشان اعرف بالظبط ايه هي الدرجه من الميك اب ارتست، ويا ريت بقى لو الكونسيلر، لان البنت من غير كونسيلر ما تبقاش بنت. انذر كويستشن، لكن رمضان بالنسبه لنا بيبقى التلفزيون، حسب مين في فاموليا عامل مسلسل ونتفرج عليه. بتخن في رمضان؟ لا عادي، انا بتخن all the time، فاي دونت كير اباوت رمضان اور نوت. طبعا في بنات كتير بتفضل تاكل ما شاء الله ويشربوا بقى حاجات كتير فيها صودا ويفضلوا مودلز قد كده، البنت قد كده كل. وانا طبعا يعني وانس ان انا عملت لايك على طبق الفته بنفش كده، عشان كده لازم الخدود دي مع الميك اب ارتست الاقيهم بقى ايه مشدودين، الاقي ده كده منحوت كده عشان لما اجي اتصور ابقى انا ممكن دلوقتي اقوم من هنا هنا على وشي عادي وتلاقيني وقعت على اسناني. سيلانس سيلانس بليز. التيم بتاع ميك اب فور ايفر كله لطيف وكلهم لزاز، سو كايند اكستريملي كايند. لوني المفضل البلو، رويال بلو والبلاك. لا انا ببكي على طول على طول، على قد ما انا بحب اهزر وكده انا فيري سنسيتيف، يو نو اف يو تيل مي اني ثينج تضايقني اي ويل كراي ناو. انا قصدي ان انا الم شعري عشان اطلع القوره الكبير قوي اللي ورثتها عن والدي، عشان الميك اب ارتست تعملها بقى كونتورنج الاقيها قد كده. وات ايلس وات دو يو وانت فروم مي تيل مي وات دو يو وانت فروم مي دايركتور، اي ام اكزوستد يو نو، بليز ليت مي ستارت وذ ذا ميك اب ارتست، اي وانت تو فينيش ذيس ايبسود على خير. ذاتس الحلقه، وايد متحمس. تدرون من الضيف اللي معاي؟ ملكه الكوميديا. ايمي هاي سبوس لك، حدي متحمسه، حدي متحمسه ان اليوم راح تكون حلقه معاك. ايوه وانا كمان متحمسه جدا، وان شاء الله هفهم اللهجه الكويتي عشان انا اي لا إيه؟ وانا بعد بفهم، قاعد افهم معاك. اوكي متخيله ان انا شو راح اسوي ولا مو متخيله؟ لا مش متخيله، لان انا اصلا يعني جايه لك مش بفهم اي حاجه في الميك اب، فدي حاجه بالنسبه لي محمساني ان انا ايه، وهذا من الاشياء اللي انا متحمسه ان انت ما تفهمين قوي، ما بشوفها يعني يعني ممكن تخلي عيني عامله كده عادي، ما عنديش مشكله. قبل لا نبدي راح نلعبك لعبه، جاهزه؟ اوكي فير اور ترو. اوكي انت عايزاني اختار ما بينهم؟ بس اتمنى انك تختارين اللي انا حاطه في بالي. لا لا ما تقلقيش ما تقلقيش، طبعا دير، لانه اكيد شخصيتي الله. طبعا دير، يعني اعملي بقى اللي انت عايزاه بقى ترانسفورم. ريحتيني، قاعده حدا يقول ان شاء الله انها تختارها. اخترتي دير، انا راح اكون وايد جريئه، راح اخلي عينك توصل لهني. اوكي وشلت عايزه بقي بس الاقي كده طعمه ايه كده، طلعوا لي من لا تحطين هذه لعبتي. اوكي اوكي بس عايزه لون كده بقى حلو بقى كده فرفشيني، يلا بقى قولي. بس انا عايزه اطلب منك وانت بتقولي لي تقولي لي ده ايه؟ هذا يكون سيروم قبل الميك اب، يعني عشان بوستر. ده كونسيلر في الاول؟ كونسيلر. احب الكونسيلر ده قوي بقى، وراح تحبينه زياده هذا. ماشي. بصي يا غدري، انا عشان انا دايما ما بحبش الم شعري في التصوير بسبب ان انا عندي قوره قد كده، بسم الله ما شاء الله، واللغد ده اللي هو بقى الكبير ده، ومش عايزه اشفطه بقى ولا اعمل سيرجي ولا حاجه، فانت بقى عايزاكي الكونتور بقى، خليكي كده يعني كدا. لازم اختار لك كونتور. كونتور عايزه بقى الكونتور بقى اللي هو الاوفر ده كده، عارفين يعني عارفين لما تبقى الخدود كده شيكس كده، مناخير عايزاها قد كده يعني. اوكي يعني هذا كل هذا اللي سويتيه، هذا وطالع لك باللعبه ان انا اللي اسوي. ما ايوه ما انا بقول لك طلباتي عشان تحسي. اي لا طالع لك اللي انت تبينه. لا انا 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 ابين ابقى مناخيري كده، ده طلبات. يلا يلا ما راح نزعلك عشان اول مره. ممكن ثلاث جدول وايد الوان احلى صح؟ ماشي. وعايزاكي كمان طلب كمان، تعلميني ازاي احط رموش. ايوه ما انا مش بعرف احط ميك اب، ومش حابه اصلا في حياتي ان انا احط ميك اب، لو خليتيني بقى هقعد بقى على الانستجرام وابقى اختارلك اي لاينر، وراح اعلمك على الاي لاينر هذا حق حواجب. على حسب لون حاجبك، على حسب كثافه الشعر. في حد حواجبه جري؟ ده جري صح؟ ايه
مثلا اسود. ايوه طبعا بتعرفي تحطين كحل اسود جوه. ايه بنعمل كده. صح بنعمل كده تمام حلو. صح غدير بما انك يعني عندك اكسبيرينس فظيعه جدا في الوجوه في ميك اب فور ايفر، في بقى من الحمره واحد يديني حمره يخلي بق كده طالع لقدام على طول مش عارفه اتكلم. اقدر اسوي شيها بالكونتور، لكن انا عايزه اللبس اللي فوق دي تبقى طالعه كده عشان ايه لما اجي اتكلم ابقى حتى مش عارفه اتكلم. غدير احنا كده لمينا كل حاجه. ايه خلصنا، هنروح بقى نلعب هناك في الوش نسوي لبس الميك اب. ليتس جو يلا. طب مش عايزه اي حاجه ثانيه من هنا؟ نو 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 اي ونت ذس ويز مي. ويت 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 هذا وانا ملعبتها وانا مختارة على كيفي انا. ماشي لا لا ما انا مش ما اخذتش هاخدها لمامي. مامي عايزه. مامي عايزه والله. مامي قالت لي هاتي معاكي وانت جاي فايه وانا هاخد لها دول. يلا بينا نعمل ميك اب. لحظه تاريخيه اليوم لازم راح اخليها تسوي اخر شيء بروحها، اخليها تسوي هذه الحركه. ايوه دي نفسي قوي. اوكي تمام جاهزين؟ جاهزه يلا. اول شيء راح اكنتر العيون العينين. اي راح احط لهم كونتور علشان اعرف الرسمه شنو راح اخذ. فراح نستخدم هذا الباليت، هذا الكونتور اندر بينتينج. يس هذا اللي عندك نفسه صح؟ عندي وما بعرفش اعمله، فانا راح ارسم لك الخطه بالكونتور وبعدين احط عليها الشروع. طب سؤال بقى، وانت لما لو في حد بقى قال لك مثلا انا عايزاكي تحطي لي فاونديشن الاول بعدين العينين، هتقعدي تحطي باودر بقى تحت العين عشان ما ينزلش بني؟ اي احط باودر بس انا احب اسوي العين عشان متعوده كذي وانظف عشان يبقى نظيف ما فيش حاجه تقع تحت العين. صح وايد حلو وايد حلو. ينن 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 مش بوسيكات. طب اقول لك ايه، انت عارفه ان انا عندي فوق عيني مبطن. مبطن مبطن ايه ايوه مبطن، يعني ما راح تحطين الوان وايد، اعتمد على لون واحد ويكون مات ندمج. والله يعني هعمل نفسي ان انا فاهمه بس ان شاء الله هفهم. يعني الحين استخدمت هذا الباليت. ايوه ستارليت. اوكي هاللون هو على البني. اه حلو. راح احطه على على فوق الكونتور علشان اثبت الكونتور اللي سويناه. حلوه الفرشه بقى. الفرشه 242 عندنا ان ايجيبت يو نو بنقول بنفيد اللون. اخذ شوي من البلاشر B402 راح اخذ شوي هو بلاش بس راح استخدمه شوي على مع الشادو. ممكن احنا نستخدم وين؟ بطلع عينك الكسره هذه الخفيفه اللمعه. اللمعه عشان نعطيه ساعه اكثر. دي بقى اللي بتعمل البصه اللي هي البصه هذه اللي تقولين عنها اللي بتسوينها بعد شوي. اختار من هذا الباليت. اوكي وناخذ الميست فيكس نحطه شوي كذي وناخذ منه شويه كذي الفرشاه نختار اللون نقول مثلا هذا اللون نختار جولد مع شوي جولد مع شوي نسوي ميكس ونرفع العين ونحطها بهالطريقه. بزعل قوي ان الحته دي عندي ما بتبانش، ان انا عايزه ابين ان عيني معموله حلو مثلا في حاجه امثل كده علشان يبان، لان انا لو فتحت عيني خلاص راح. لا الحين راح يبين معاك. اوكي بحب اللهجه الكويتي معاك. معاك شنو بالمصري؟ معاك معاك فرفير قوي. طب وانت ليه بلتيها كده ورشيتي عليها عشان يثبت اكثر. راح استخدم هذا الكحل الاسود اكوا اكسل. اوكي الحين راح اطلع الكحل الاسود. ايوه بطلع عينك اطلعها بهالطريقه عشان اعرف لوين بوصله. بعدين بطلع عينك لا قمضي بطلعي قمضي لا تقشمري. ايه ده الجنان ده انت بتشتغلين يا رجي وانا قاعده عماله اشكر فيكي واقول فيكي بوسيكات. وات از ذس نو ويت قمضي. اوكي اهم شيء هذه المنطقه تكون سوداء. دمجتها شوي بوهت اكثر عشان ما يبين حد اللي داخل. اكيد عندك البسكرة. ايوه عندي عشان دي اللي شو تسوي؟ دي اللي كده بتبقى بتدي كثافة. والله شاطرة برافو. يلا يلا هنجرب. يلا غمض ولا فتح؟ دايما بسأل نفسي. خليك عادي انا فتح لك ولا غمض. اوكي هو احنا دايما بنحط ماسكارا قبل الرموش ولا بعد الرموش؟ انا احطهم قبل لين يشوفون احط الرموش. الحين حطينا ماسكارا الحين راح اسوي الرموش. طبعا راح استخدم هذه C704. لا مؤاخذة another question ميك اب فور ايفر عنده اللزق بتاع الرموش؟ معاهم صح؟ اوكي هي وايد حلو يعني مع الرمش في كل جوا بيبقى هو ده؟ هو هذا هو بس انه ما يبين معاك ما بيبين تحطينه يصير شفاف بينشف.
غير الاسنان دي رموش، انا عندي اسنان تانية بركبها وقت اللزوم، دي رموش بركبها وقت اللزوم جد يعني سو امبارست يعني، بس عادي يعني خليني كول عادي. I love makeup forever. تيو دان دان اللي دان الدان ويلو. دي بقى اسمها الكماشة، لما حد يعمل حاجة غلط غادي تطلع وراه بالكماشة. دي ميك اب فور ايفر برضه؟ ايه اوكي. لا ميك اب فور ايفر ده شقي قوي. دلوقتي احنا بنحط رموش، دي رموش نمبر 2 ولا لا؟ طيب استاذه غدير كتر الف خيرها، ربنا يخليها يا رب ويخلي لها قطقتها اللي فوق دول ويكبروا ويطرحوا ويخلفوا لها اربعه تانيين في البرنامج حلوه رمضان السنه الجايه تقع عندها اربعه ان شاء الله. اوكي ميك اب فور ايفر عنده كل الاشياء تستخدم، يعني عندهم الكلينزر ده، ده لا مؤاخذة كلينزر، أنا افتكرته في البداية سبيري طلع مش سبيري وأحرجوني قالوا لي إنه كلينزر، أوكي. فده كلينزر للفرش. للفرش. تمسكي الفرشة بتاعتك تنضفيها 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 يشطفها كده يخليها بتقبض. أنا خايفة أوي من القط ده. خد الأيلاينر الأسود. الأيلاينر. أكوا بلاك. بيبقى بالفرشة كده. الفرشة. ده دي الفرشة. إيه ماماي. أنا لو أنا في بيتنا هعمل كده. لازم تحطي ايلاينر في الحته اللي قدام دي يعني عشان ما تبين ان انت حاطه رموش و فضيحه. غدير دي اصلا كانت قطه، يعني هي اصلا كانت كات وكانت في الكويت وكانت بتبقى ماشيه كده كات في الكويت. فميك اب فور ايفر بقى يلا بس 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 اي ونت بس 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 تعالي يا غدير اعمل بقى ترانسفورميشن، لان ايمي دي اساسا طفله وشها وش الطفله، عندها خدود عندها لغط متشرده، فنخليها ليدي ونكملها الحين. ده ايه بقى؟ راح اطلع سكين بوستر اللي هو اللي قبل شوي تكلمنا عنه اللي هو حق ده بتاع ايه يعني بيعمل برايمر تعطي وجه نظارات هي البشره قبل الفاونديشن. اوكي هستخدم لهم فرشه 108. دي بقى الفرشه اللي انت تقدر تغسلها بالكلينزر. راح احط هذا فاونديشن واي 305. هي دي الدرجة المناسبة ليا. يعني أنا عايز أسألك سؤالي، أنت بتحطي فاونديشن درجتي أنا؟ إيه؟ ولما تيجي تعملي كونتورنج بتعملي بالفاونديشن برضو ولا بتعملي؟ لا 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 بحاجات تانية. أنطر عليها شوي وأحط طبقة ثانية من نفس الفاونديشن. بس بنتي أنت عايشة؟ راح يعطيه فول كفر زيادة. وليه بقى بنعمل كده؟ إذا تبين الفاونديشن أقوى تكون وايد فول كفر. انت عارفه يا غدير انا مستنيه اللحظه بتاعت الكونتورنج بالظبط كاني باولد. من سكالتنج باليت راح استخدم هاللون احطه كبلاشر كريمي. ده كونتورنج بقى؟ لا هو هذا يعني ياخذونه حق اذا عندها هالات تطب فيه الهالات اول شيء، بعدين وانا قاعد استخدمه كبلاشر كريمي. بس انا ما عنديش هالات صح؟ لا 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 انا قاعد استخدم لك اياه. قالت هالات او ماي جاد اي دونت سي. قاعد استخدم لك اياه كبلاشر مو حق هالات. اوكي اوكي. راح نجيب هذه الفرشه رقم 1 2 2. بعد ما نظفناها وغسلناها ونشرناها وعصرناها وديد ايفري ثينج. راح اختار لك درجه اكثر على البيج. بتاع ايه بقى؟ على الوش يعني ولا فين؟ على الكونسيلر هذا. اه كونسيلر از ماي لاف. البنت مننا من غير كونسيلر ما تبقاش بنت. طب الدرجه دي ليها رقم ولا انتوا بس كده بتفرشوها لنا على العلبه؟ رقمها واي 415. واي 415. انا بوصيكي يا دنيا انت ومامي تحفظوا واي 415 عشان نجيبها نستخدمها. اللون وايد حلو موجود بهالباليت. ده لون حلو قوي بالنسبه لي انا، فاللي عايزه هيلاقيه في الباليت دي بتاعت الاندر بينتنج. طب وايه احسن سبونج يعني؟ دي ولا البيضه؟ تدري ليش حلوه؟ انا وايد احبها لانها عادي حتى بالاماكن اللي ما تقدرين توصلين لها بسرعه. رفيعه. داخل شوي رفيع. اقدر اوصل لها. الحين راح استخدم البودره الصفراء تحت العين اسفنجه. طب ممكن ابقى نعرف درجه البودره دي؟ بودره صفراء رقم 108 اتش 108. راح اخذها بهالطريقه طريقة فوق. نحاول نخف ايدنا عليها. وانا انا انا وشي محتاجه اللي هي الدرجه دي.
هي الصفرة دي؟ أنا يعني أكثر أغلب البشرات أحط لهم الدرجة الصفرة علشان ما يبين، إذا أي تعب تحت العين ما يبين. بلاشر؟ أنا بحب بقى اللي هو البيتش شوية، بس ده أورنج أكثر من اللي بستخدمه. ده بقولك إيه، أعمل كده ولا ما أعملش؟ لا خليك عادي. عندنا فنانة شويكار عاملة شخصية يابانية كانت لابسة زي كده تقول توكا 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 توكا، بس كانت عاملة شعرها زي كده، بس ناقص لك حاجتين، العصايتين بتوع السوشي دول عرفتيهم؟ حطيهم كده توست. أقول لك على حاجة ممكن تجيكي بتاعت الأي لاينر، أي ويل بوت إت ناو، تروحي مطلعاها بقى كده مرة واحدة وشغالة في عيني. هاخد هذه الفرشة، أحب أستخدمها حق كونتور الخشم 406. خشم يعني منخار؟ منخار يعني منخيري. أوكي راح هي عندها نزلة شوي، إحنا راح نرفعها. عندي نزلة وعندي منقار، you know this here like this you know like. راح نضعف هذه المنطقة. أيوة. بتعملي إيه بقى؟ بتغمقي من الجنبين؟ أيوة. صح؟ راح نسوي كذي، فالفرشه راح تساعدكم حتى اللي ما تعرف. كوليكشن نيو كوليكشن، هو حاطين لكم بلاشر، حاطين لكم هايلايت، كل حاجه مكتوب فيها يعني. انا بالنسبه لي هاخدها ان شاء الله هضرب على دي. عارفه الكونتور، عارفه البلاشر، عارفه الهايلايت. نفسي اعمل مناخيري قوي، لان انا بحس ان هي عندها منقار، ولما حد من الفانز يكتب لي يقول لي لو عملتي مناخيرك هتكون احلى، بعمل له بلوك، لان ما حدش يقول لي على مناخيري اي حاجه. لازم راسك اوكي، انا صرت قصيره من بدري اصلا. انت صغننه اصلا، انت ميني كوبر. انا حبيت قوي العلبه اللي اسمها جليتزي دي، هي نفس اللي حطيته تحت العين. احنا استخدمناه قبل كده الباودر الاصفر ده تحت العين، هو اللي بتديله بقى ايه الحتت. افتح المنطقه عشان يعطيني شكل الخشم اضعف، وبتفتحي في النص. وفتح الكونتور اللي سويته وبيفتح في النص. انا جيت من بيتنا اوكي، عامله ميك اب اللي هو ميك اب اللي هو تعب دلوقتي. انا ايه ده الطبيعي بتاعي؟ ايه بقى لازمة الخط ده بقى يا غدير؟ راح نحط كونتور؟ because this المنطقة this is very bad. Very very bad. Very very bad. دايما my sister you know at home دايما تقول لي ايمي make like this. Make like this. عشان نسترتش ذيس بارت. ذيس بارت از فيري باد، ايفن اف يو ار فات وخسيتي برضه بتفضل، يو نو زي ما يكون كده ايه مكتوب عليكي، يفضل عندك لغط. ذيس از ذا لغط. يعني احنا فاتح غامق فاتح غامق فاتح غامق فاتح غامق، يلا معايا فاتح غامق فاتح غامق، ده الكونتورنج. نفس الباودر راح احدد اللي هو ثاني خطوه من الفاتح. فاتح اوكي، بس ما قالت قامج. فاتح قامج اي لاف ات. دلوقتي بتعملي حواجب؟ هنضف لك تحت الحواجب. اوكي، بتنضفيها بفرشه ايه بقى؟ نفس الفرشه هذه الصغيره اللي سويت فيها كونتور الخشم، رقمها 174. الحين راح ناخذ نفس الباليت اللي عجبتك، راح نحط ميكس بين هاللونين. ممكن نشوف اللون يطلع شبيه فيها، بس دي بس لما تخلصي كده عشان ايه؟ دي جليتزي الجميله. اخدتي لون ايه وايه؟ اللونين مع بعض. سكالب ده والتاني هايلايت ولا لا؟ لا موكا. موكا اوه ماي فيفورت موكا. ده بقى الكونتورنج اللي انا قاعده مستنياه من اول الحلقه، القوره. عشان كده رفعت شعري رفع الفظيع الحزنبله دي. فجليتزي هنقفلها وتبوت ات ان ذا جاكيت. ذاتس ات. بس خلصنا منها. Nothing happened. Nothing. I don't have anything now. يا ريتني عملت كده من الصبح، انا قاعده عماله ابص في الحاجه وخلاص، يا ريتني ضربت على الحاجه. الجاكيت بسم الله ما شاء الله يكفي ميك اب فور ايفر كله. يا ريتني خدت الماتيريال كله وانا قاعده عامله نفسي مؤدبه.
يلا نيفر مايند. بي 402 بس درجته حلوه لانه مش غامق ومش فاتح. دلوقتي بتعملي ايه يا تحت العين؟ الحين ارسم تحت العين. هذه احلى فرشه حق دمج تحت العين اللي هي رقمها 216. بجد بتبقى تخينه كده؟ هو الايلاينر بيتحط بالفرشه؟ ولا دي ايه؟ فرشه الايلاينر 258. عاده انا في شغلي دايما عمري ما عملت كده، يعني دلوقتي لما بعمل مسلسل حتى الاخير ده او مثلا فيلم او حاجه دايما بعمل كاركترز كوميدي فيها كاركترز يعني زي هبه رجل الغراب، بعمل حاجه فيها اسنان وواحده وحشه ده بالنسبه لي ديفرنت ان انا بعمل حاجه فيها ميك اب طبيعي، فاهماني؟ من كتر ما حطينا كده الحمد لله بقى لنا شويه بنحط ميك اب انا جعانه. لا بهزر بهزر، ام جوكينج. كان بجد عادي يعني ام هانجري، يعني مينز ان احنا عادي نشتغل عادي واحنا جايين. ممكن ناكل الفاونديشن؟ تصدقين انا ما اعرف اشتغل وانا شبعانه بجد؟ لازم شوية جعانه، لازم تبقي جعانه؟ انا متاكد لازم. انا ما اعرف اشتغل الا وانا شبعانه حضرتك. اطلعي هنحط لها قلم ده ايه بقى؟ من اصفر. اوكي بس نفتح العين اكثر. لون داخل العين اصفر اكوا اكس ال رقمه ان 40. اوكي الحين راح ناخذ فرشه ضعيفه راح نحط عليها ليستكس، ناخذ من نفس اللون اللي حطيناه داخل. الحين راح اسوي الحواجب، طبعا نفس الشيء راح ابللها واوقف الحاجب عشان اقدر ارسم. دلوقتي هي بتعمل لي الحواجب بده اللي انا كنت فاكراه للاطفال الصغيره عشان هو حجمه صغير، فانا هزاي الهبله. اكوا برو 30. اوكي هات الحواجب حلوه. دلوقتي هنحط الحمره اللي اسمه روج. راح نستخدم الحمرة كونتورين كده تحديد للبق 110. استخدمت لها فوق 103. عايزة بق كبير زي زكية زكريا، بس انت عارفه زكية زكريا؟ عارفها؟ انا عايزة زكية زكريا. اخر شيء راح نحطه الهايلايت، راح ناخذ شوي ده بقى الهايلايت ده اللي انا قاعده برضه مستنيه اللحظه دي الفيتشر ده بحكي علشان يخليك عادي. لما تحكي لقيتي خدود طلعت وما عرفتيش تحطي الهايلايت، طبعا عارفه نفسي. لقيتي فجاه كيس مخده راح طالع لك البيلو، راح تطلع لك ازرايت. اي نو اي نو اي نو، مش مشكله. نفس الفيلم كده برضه شوية لمعة بسيطة تحت الحاجب. وايد حلو وايد حلو، يتحط في البنطلون بقى في الجيوب لأن الجيوب فاضية. You take it all. احنا دلوقتي خلصنا خلاص صح، وعايزة تعملي رتوش بس كده نظبط نروح نعمل الشعر نسيبه كده. رديني بليز جيف مي مور بيكوز ذيس از نو لايك ذيس. اف يو وانت تو سليب يو ويل ويك اب لايك ذيس. Then we'll go to make the hair. We'll come back. Wait for us. Excuse me. Bye bye. احنا خلاص خلصنا وغدير عملت اللوك. الله خلت الشعر. شعري؟ خلصنا وايد وايد حبيت. اوكي. الحلقة تينن وايد وايد استمتعت وياك. أنا كمان جدا وأنتِ تينني أنتِ والميك اب وشعري ومبسوطة بيه جدا. باي باي.